ولمعلومات أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل العسكري والسياسي العقيد أحمد حمادي. أهلا ومرحبا بك سيادة العقيد. بداية، النظام يكثف قصفه على الغوطة الشرقية وأنباء عن تعزيزات عسكرية، هل نحن أمام تنفيذ مشروع سوريا المفيدة قبل سوتشي؟ ألو سيادة العقيد، هل تسمعني؟ أسمعك. نعم، هنالك تكثيف للنظام بناحية قصف إلى الغوطة الشرقية وأيضا أنباء عن تعزيزاتها العسكرية، هل نحن أمام تنفيذ مبدأ سوريا المفيدة قبل مؤتمر سوتشي؟ السلام عليكم، تحياتي لك ولمشاهديك الكرام. حياكم الله. طبعا كل الهدن التي حدثت بمساعدة الروس وتخفيض التصعيد ما هي إلا محاولة لكسب الوقت أو لشراء الوقت وتنظيم قوات النظام المتهالكة مع الميليشيات والشبيحة وقوات الروس الجوية والبحرية وكل أنواع الأسلحة. يعني للأسف الرئيس بوتين هو من قال بأننا نحن نذهب إلى روسيا لندرب قواتنا وطواقمنا بأسلحة حية وبأسهل أو بأرخص الأثمان. إذن هم ليسوا كما يقولون بأنهم معنيين بتخفيض القتل أو بتخفيض التصعيد في سوريا. هذا الفكرة هي ابتداع روسي، ليست وقف إطلاق نار وليست هدنة وليست حرب. إذن هي حرب بنكهة أخرى من أجل يعني تمرير هذا العمل الجبان الذي تقوم به قوات النظام والقوات الروسية والقوات الإيرانية وميليشياتها ضد الشعب السوري. ما يحصل في الغوطة الشرقية؟ طبعا النظام لا يؤمن بالحل السياسي نهائيا، هو يؤمن بالحسم العسكري وكل ما هنالك من جنيف وأستانا وسوتشي ما هو إلا محاولة لفرض ما لم يتم بالقوة العسكرية فرضه على طاولة المفاوضات إن أمكن، وإن لم يمكن فالحل العسكري هو سيد الموقف. ما نرى في منطقة الغوطة الشرقية، المتبقي من الغوطة الشرقية بحدود 115 إلى 120 كيلومتر مربع. هذه المساحة يتواجد فيها 400 ألف إنسان مدني، سقط في العام الماضي 1456 شهيدا من قضوا بمناسبة قتل قوات النظام. لم تتوقف قوات النظام لحظة على جوبر وعلى زملكة وعلى عين ترمة وعلى الغوطة وعلى النشابية وعلى حرستة وعلى دوما. ما يحدث اليوم، النظام بعد أن أمن محيط مدينة دمشق ولم يتبقى نقطة ثائرة إلا الغوطة الشرقية، فهو يحاول بهجمات من الجهة الغربية. سيادة العقيد، هناك من يرى فتح محور جوبر باتجاه العباسيين بعد تحول النظام إلى محاور حرستا، كيف ترى هذا الطرح؟ هل هذا الطرح سيخفف الضغط عن حرستا بالفعل؟ أخي الكريم، كل معركة تفتح اليوم هي تخفف الضغط عن الجهة الأخرى. فيعني ليست فقط محور جوبر، هناك محور في درعا، هناك جبهات متوقفة، جبهة الساحل، هناك جبهة حلب، هناك جبهة الغاب. إذا كل جبهة تفتح ضد هذا النظام هو تقوم هذه الجبهة بتشتيت قوات النظام وتشتيت قواه الجوية التي يركزها في منطقة معينة وينقل القوات من مكان إلى مكان عندما ينتهي من تسوية وضعه في مكان آخر. نعم، العقيد أحمد حمادي المحلل العسكري والسياسي، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.